أما هلأ ليا ننتقل لفقرتنا التالية، ودائما برحلتنا الصباحية في محطات خاصة للشباب والتركيز على مواهبهم وإبداعهم، ودائما في لمسة خاصة ومميزة للشباب السوري. اليوم معنا الشاب غيث السعدي ليحكي عن موهبته الخاصة لليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. صباح الخير. صباح النور. غيث، الأوريغامي صح؟ صح لفظتها؟ لا شو صح. أوريغامي؟ يعني نحن شايفين، وانا بس بدي اعرف شو هي. هو الاوريغامي، بس اول شيء هيك خلينا نرفع، شو هي الاوريغامي هيك اسمها؟ هو الاوريغامي كلمتين مدموجين مع بعض، اوري هي طي وغامي ورق، فدمجوها مع بعض صاروا طي الورق. ففن طي ورق ياباني، يعني من خلال تشكيل عده قطع لنساوي فيهم اشكال بالورق. واشتهر بال 1971 من خلال اكثر من عصفور، فبلشوا بعدين يعني في وهيك يعني الاوريغامي هو. طب شو اللي جذبك لما تقول هيدا فن ياباني؟ يعني ايمت هيك فعليا حسيت انك ممكن تشتغل بهيدا المجال وفي لما بنكون صغار دائما هيك انه في شيء بسيط بيلفت نظرنا نحن، فانا لما هيك كنت انا وصغير كنت اتفرج على ام بي سي 3 فلاقي هيك انه فقرات مثل بسيط هيك مدتهم دقيقه يعملوا فيها اشكال بالورق، فصار بس بدي اتعلم شيء انا اسوي، ومن خلال انا يعني تجربتي من الفيديوهات على اليوتيوب والام بي سي 3 صرت اقدر اتعلم. كله تعليم ذاتي هذا؟ كله تعليم ذاتي. طب هن ورق صغيره، قصاصات ورق، هي ورقه مستطيله مطويه اكثر من طويه لنساوي هالمسلس، بعدين بنبلش. وقعت لك شقفه، بعدين كيف بتلزقها؟ ما بتلزقها، بتركبها؟ هي ما بنلزقها، تركيب. تركيب هي، لانه فكرتها انه نركبها، يعني هو طي الورق انه ما من خلال الطي. بس خلينا هيك نفرجي المشاهدين، بما انه هي اتلتيكو وقعت ركبتها صح انا هون؟ ايه صح. هي هيك هي هيك هي هيك بتنطوى لهي بهي الطريقه بتكون كثير صغيره، طويلة مثلث يعني بنساويها. هي بعد الابيض تنحط هيك بدون تلزيق وبدون شيء، ثابته، بيتركبوا على شكل انت بتريده. بس انه كيف تتخيل انه اذا حطيت هيك الوان ولا هيك احجام رح يطلع هاي الرسمه؟ يعني احنا مو من اول مره بتزبط معنا، احنا لازم نجرب اكثر من مره، يعني دائما كانك عم ترسمي ودائما الرسمه ما بتزبط معنا من اول مره، فهي من خلال عدة تجارب لحتى نوصل لنتيجة معينة اللي ببالنا، فإنه من وحي الخيال، واحد بده يكون هيك خياله واسع، مثل لما بيقولوا إنه في تغذية بصرية بكل الفنون، فهيك لازم يكون معنا. يعني عم تذكر إنه مثل الرسم كيف بتمسك القلم وبترسم وبترجع تعدل، عم شوف فعلياً لوحات فنية جميلة وكله تعليم ذاتي. حتى من ورا يعني شوف فيها على الوجهين وتعليم ذاتي، يعني أنت تدربت من خلال الإنترنت على اليوتيوب فيديوهات. يعني صعبة، يعني كيف قدرت؟ صرت نزل كتب أنا وأقرأ قواعدهم، هي في قواعد بس يعني بالإنجليزي، فإنه في شوية صعوبة كمان انه صرت ترجمون انا وطبق. لما انا قدرت اسس القواعد براسي صرت انا من خلال هيك انه تعليم ذاتي دغري من راسي وحي الخيال تغذيه بصريه ساوي اشكال. هيك فكيت شقفي. طيب غيث، فينا نحكي انه هي هالهوايه صارت مهنه؟ يعني صاروا العالم يطلبوا منك هيك لوحه ذكرى قصه غريبه كادو انه هي تنهدى؟ هلا انا اول ما بلشت فيها ما كانت قصه انه شغل تكون مهنه، بس يعني هيك فتره بال 2020 وقت الكورونا وقت انحجرنا من شهر 3 لشهر 7، فانه قاعدين بالبيت ما عم نسوي شيء، بهي المرحله انا بقول هي المرحله الذهبيه لإلي كانت، لانه طورت من حالي كثير، وقتها بهي الفتره انشهرت زياده، فصارت بهي الفتره العالم تطلب مني انه ذكرى، حتى في كورسات بنعمل، يعني مو شرط بس هي، وفي بكليه العماره كمان بنعمل كورسات، لانه هو انت شو بتدرس؟ نحن انا ما هلا حاليا بكالوريا، فالمفروض ندرس يعني ندمج الاوريغامي، يعني هو فعليا برا بيندمج الاوريغامي مع العماره. حلو، بيطلع له مستوى كبير. قد بتاخذ منك القطعه شغل مثل هيك قطعه اللي عم نشوفها؟ قديش بتاخذ منها وقت وكيف بتستوحي الفكره؟ انا يعني بنقول انه بدها 6 ساعات تجهيز قطع، والباقي يعني فينا نقول 6 تجهيز قطع و6 لبين ما نشكله. طبعا هذا بتخلصهم بنفس القعده؟ ايام بيخلصوا بنفس اليوم، ايام بيخلصوا يومين. طيب في عالم عم يوصوك؟ ايه في عالم. مثل شو؟ يعني اغلب الناس بيطلبوا بورتريهات، مثل هي البورتري هي لتشارلي تشابلن اذا بتعرفي، شفناها من شوي، انه ممثل كوميدي، ففي عالم بيطلبوا بورتريهات، في عالم مثلا بيطلبوا مثل هدول لوجو لنادي رياضي مفضل لاولادهم مثل برشلونه ريال مدريد. خلينا نشوفهم على الشاشه،
هي كاميرتك هني مثل هيك مثلا او مثل ريال مدريد كمان فينا او هون الاتليتيكو مدريد فحسب يعني بيوز عنا. طب هي اذا اخذناها وين بدنا نحطها؟ كيف بدنا نعلقها؟ كيف هلا اذا حدا بده مثلا يحطها بالحيط فاحنا بنعمل من ورا مثل هيك شكله مشان تعلق على الحيط اذا يعني بدون بسمار بدون ما ندق شيء فانه هيك الحاله بس ملزقتها لزيق. طب الورق ما بيتلف يعني مع الزمان مع عوامل الطقس اذا اجى عليه نقطه مي اذا هيك ما بي هلا ايام المي بتكون هو عامل مثبت للورق لما نعمل هيك مثلا بجوز هيك انه مثل بالابره نكمش شوي ونبخ عليها فبثبت الورق بالضبط اكثر. طيب خلينا نحكي عن التسويق لشغلك اليوم. يعني كثير عم نشوف يمكن شباب عندهم مواهب عم يشتغلوا عليها ويمكن عم يستغلوا في نوعا ما ميزات السوشيال ميديا من خلال التسويق لشغلهم. كيف عم يتم التسويق وكيف الناس عم تتعاطى كانت مع شغلك لاول مره؟ انا دائما بقول انه السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي هو اكبر يعني اكبر مجال حتى الواحد يروج لشغله لانه انا من خلال يعني مواقع السوشيال ميديا الناس عرفتك اكثر من وراء الانستا والفيسبوك واليوتيوب صارت الناس تعرفني اكثر. اول ما بلشت تسوق كيف كانت رده فعل الناس على الشغل؟ ما هيك لقوا شوي غريب؟ هلا هو لقوا شوي غريب انه بالعاده يعني ما كثير العالم هون بيندمجوا فيه يعني اغلب العالم بالرسم اذا عملنا مثلا عصفور فراشه مثل ما كنا نعمل احنا وصغار فما صحيح. في حدا هيك بيندمج فيه ولما صار معرضي فانه صنف بالمعرض الاول بسوريا من وزاره الثقافه فهذا يعني العالم دفعون هيك زياده لهيك. خلينا نحكي عن هذا المعرض. كان بداية 2020 يعني قبل ما تبلش قصة الكورونا تصير فأنا حطيت الفكرة ببالي إنه ساوي معرض لهي القصة وجاء حجرنا إحنا 4 شهور فمن شهر 3 لشهر 7 كنت قادر إنه ساوي أشكال كثيرة. أجتني هاي الفرصة من المعرض الثقافي اللي بالمزة قالوا لي إنه تعال ساوي المعرض. لما ساويته بشهر 10 كان اجا توثق من وزارة الثقافة انه انا الفنان الاول بسوريا بهي القصة والمعرض الاول بسوريا بخص الهاند ميد كالاوريغامي انه كان معرض فردي. تمام. طيب غيث حتى طلب منك انه يتعلم يعني فن الاوريغامي؟ انا يعني من 2019 بعمل كورسات للكبار وللصغار. هلا اغلبهم الصغار بيكونوا كمدارس نوادي صيفية بس الكبار كفئة اللي بكلية العمارة لانه نحن بكلية العمارة ممكن نعمل يعني نعمل ماكيت بس من ورقة واحدة كمان فهي بسموها اسمها مايورا اوري. فمايورا اوري هي كمان الاوري اوريغامي مع العمارة فهي الخاصية. يعني انت مستقبلا حتصير مهندس عمارة ان شاء الله؟ ان شاء الله لانه انا بحبها للعمارة وانا هلا يعني عم بعطي هنيك ورشات بل بالكلية ان شاء الله يا رب تجيب نتائج مهمة بالبكالوريا. بس قديش حلو تعطي كورسات وانت بعمر صغير لمادة لطلاب عم نحكي بالجامعة؟ هي لذة الموضوع انه انت هيك بعمر صغير لسه ما يعني خلينا نقول ما فتي على الجامعة عم تعطي ناس اكبر منك فحلاوة الموضوع كمان لما بتلاقيهم عم يستفيدوا يعني بتلاقي هيك ثمرة تعبك تحسيها انه هالسبع سنين ما راحوا هيك على الفاضي. نعم. غيث دائما الانسان بس يبلش بخطوه بيكبر حلمه وبيكبر طموحه اكثر. وين حابب توصل وشو حابب تصير؟ وهل يمكن عم يجيك شغل خارج البلد عن طريق يمكن الانستغرام عن طريق السوشيال ميديا ككل عم تعرض هي المنتجات عم تكون غريبه عم تعمل منشن لفن الاوريغامي بالعالم؟ هلا انا بقول يعني انا من جهتي حلمي انه كبر هالموضوع زياده حتى بسوريا انه على نطاق سوريا ينشهر زياده يعني خلينا نقول انه على ايدي هيك انه يعني ينحكى عنه زياده في سوريا مثل ما مثلا نحكي انه كل انسان بيعرف الرسم هلا هون بس انه مو كلنا بنعرف الاوريغامي فمن خلال القصه بركي انا على ايدي بتصير نعرف هي ان شاء الله. يعني عم تقول اكثر من 7 سنين بهذا المجال بنتمنى لك التوفيق اكيد. غيث بالاخير كلمه اخيره شو بتحب تحكيها لكل الشباب اللي عم يتابعنا وحاسس عنده موهبه بس مو عارفان كيف يبلش خطواته الاولى؟ يضلوا ورا حلمهم وشو ما كانت موهبتهم يضلوا يعني خلوا حتى اهلهم يشجعوهم لانه طالما في حدا مشجع وراهم عم يدعمهم مستحيل يقدروا يستسلموا حتى يعني لو مثلا ما زبط معهم شيء او بالبدايه. دائما البدايه بتكون في عندنا مصاعب فيها بس النهايه بتكون ختامها مسك يعني.
شاء الله اكيد. يعني غيسة نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق، انبسطنا اليوم بهالموهبه الحلوه، وان شاء الله يا رب هيك تاخذ البكالوريا بنتائج مهمه وتسجل عماره ونشوفك بالعالميه، دائما تعطي كورسات بهي الخبره وبهي الروح الحلوه. شكرا كثير، ميرسي لك. اكيد نشكرك على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق وان شاء الله بنشوفك اهم مهندس عماره بسوريا. شكرا كثير لك.